اي شاب نعم اش كترسمت معايا؟ حنا كنرسموا الشعار ديال الجمعيه، بدينا به باش يكون واحد الانطلاقه ديال الورشه، لان باش اي واحد كيدوز كيعرف ديك اللوحات ديال من وشكون هما الجمعيه اللي كيخدموا هادشي، باش كيعرف داكشي من الاساس. نعم، انت معروف كترسم البورتريات ديال الرياضيين ديال الرياضه وديك الشيء، يعني شتي الميزه اللي كتميزك انت على هاد الرسومات هادي؟ بالنسبه للرسم، انا بالنسبه لي انا عصامي، انا تعلمت الرسم يعني باش ما ندرسش في المدارس وداك الشيء، والرسام الا كان عصامي مفروض عليه انه يعرف اي حاجه كتعلق بالرسم، يعني ما كيرسم شي واحد الحاجه محدوده، يعني اي حاجه تعرضت عليه خصو يرسمها. لهذا انا كانت عطاتني فرصه ودرت واحد المبادره مع ذاك اللاعبين اللي كانوا جاو. نعم، وانت كترسم هذه الجمعيه لان هي كتهتم عندها الرياضه ديالها في الشعار ديالها، يعني كتهتم بالرياضه ضروري. الجمعيه اللي كتخدم معاهم وانا كيهتموا بكل شيء، هما رياضيين ثقافيين بيئيين، يعني الناس بغاو يخدموا في جميع المجالات، ما عندهم شي مجال محدود. نعم، اضافه الى ذلك كترسم شخصيات يعني معروفه، وان شاء الله غادي نديروا شي لواحد ديال الشخصيات اللي مروا من مدينه العرائش، من التاريخ ديال مدينه العرائش. هذه اول مره كنشوف جمعيه كتفكر في هذا الشيء هذا، لان هذا صراحه هذه هي الجمعيه اللي كتعرف. شنو هي اللمسه اللي كتفكر ديرها في هذه رسمات الشخصيات هذه اللي كتميزك مثلا وكتعطيك واحد تميز على الفنانين الاخرين؟ هو بالنسبه للميزه، انا ما نكذبش عليك، انا ما نقدرش نميز راسي على فنانين اخرين. علاش؟ حيت كاين اللي سابقيني للميدان، كبارين مني وفايتيني في هذا الميدان، وكاين الحمد لله وكاين اساتذه وكاين رسام. انا ما نقدرش نميز راسي على الناس، واخا سواء كنت تلميذ او لا واصل لواحد المستوى، ما نقدرش نميز راسي على الناس، انا واحد منهم.